الجميع. بداية تحية لكل مين عم بشوف هذا الفيديو، مشتركين بالقناة وغير مشتركين بالقناة، إن شاء الله جميعا تكونوا بخير وصحة وعافية وسلامة. اليوم رايحين على الحمرة، على منطقة الحمرة. الحمرة هي منطقة كبيرة فيها عدة شوارع وأحياء، من ضمن شارع الحمرة التجاري الرئيسي الشهير. نحن رايحين على شارع الكومودور، في مطعم صغير اسمه مطعم الشريف، مطعم هيك شكله وديكوره مطعم كلاسيكي يعني وقديم، بيعمل فول وحمص وبيعمل ساوت الدجاج وبيعمل هيك عدة اشياء مثل ترويق او غذاء، بس جماعة غير شكل وبيعملوا اكل كمان غير شكل. فنازلين لعندهم لنشوف شو عم بقدموا ونفرجيكم بطبيعة الحال. البعض ما اشترك بالقناة وحاب يشترك يشترك، يفعل زر الجرس ليوصلوا كل جديد، وما تنسونا من اللايك. يلا نحن وياكم على مطعم الشريف بمنطقة الحمرة ببيروت. طيب، وهيدا هيك جينا نحن على الحمرة، على منطقة الحمرة، مش على شارع الحمرة الرئيسي، على شارع الكومودور، جايين لعند مطعم فول الشريف أو مطعم الشريف، لأنه بقدم إشياء تانية هو كمان. هيدا هيك أوتيل الكومودور، وهيك نحن راجعين ماشي بعكس السير. وإذا منلف هيك على اليمين بصير المطعم هون تحت هالشجرة الحلوة، هيك كأنه راجعين بهيدا الشارع اللي بياخدنا لحد بربر دغري مباشرة. هيك مثل ما قلنا هيدا هون أوتيل كومودور، هيك منرجع على شارع السادات، ومن هون منفوت لعند مطعم الشريف. وهيدا هو المطعم مثل ما شايفين، مطعم الشريف، فول حمص فتة وجميع أنواع المشاوي. رح نطلع هيك على الرصيف لحتى نبين باب المطعم من هون. نحن هلا الساعة 9 صباحا، جينا بكير لحتى نكون أول الواصلين وما نضايقهم بس يصير في زركة شغل. طيب، وهيك راح نفوت على المطعم. طيب، وهيدا هيك نحن فتنا على المطعم. المطعم آخذ طابع كلاسيكي، يعني بعض الطاولات والكراسي القدام. صباح الخير. صباح الخير. علوش كيفك؟ تمام حبيبي. هيدا فتنا هيك. ابو حسين كيفك؟ صباح الخير. يلا اوكي، نحن منكون هون صورنا هيدا المطعم مثل ما قلنا وحكينا. انا بس حفرجيكم هيك على منظر الصالة الصغيرة الحلوة، صالة صغيرة بس حلوة كتير، يعني مثل ما انا اخذ طابع الكلاسيكي، الطاولات القدام، الكراسي هول القصب والقش، خشب وقش وقصب. هيدا هيك المعلم ابو حسين. ابو حسين كيفك؟ تمام. شوفوا هالشباك هون كانه بمسلسلات باب الحاره، البيوت البيوت القديمه البيروتيه والشاميه القديمه مثلها. هون في صوره على الحيط، هيدا الفنان محمد حدائي وطلال الجردي، والفنان طلال الجردي. وهذا ببور الكاز، هولي هيك صور قدام وديكورات قديمة. أبو حسين كيفك؟ حبيبنا. تمام؟ طمني عنك. حبيبنا. شو أخبارك؟ تمام؟ أبو حسين قد إيه لكم هون بالحمرة؟ والله إجمالا نحن من 85-86 بلشنا يعني. نعم، من 85-86 كنا ببناية سانتا ريفوار. اوكي. بعدين نقلنا هيدا من 2010 يعني. نعم. اخذناه هيدا. وانت ابو حسين قد ايه لك بالمصلحة؟ يعني اجمالا انا يعني بضمن المصلحة، لأن انا كنت اشتغل بالبريستول. بريستول، اوتيل بريستول. بريستول ايام العز يعني. رز الله. رز الله ايام وسكر. ايه سكر ايام. من اعرق الاوتيلات البيروتية كان. جد يعني. قد ايه عمره كان؟ هو بلش بالاربعينات بعتقد فتح. بالضبط هيك بلش. نعم. بلش هيك كان يعني بدك للفخام افخم اوتيل، صحيح. نعم. وسهلا. اوكي،
وبعدين بال 85 استقليت واشتغلت. استقلينا وفتحنا هون المصنع. ابو حسين شو بتقدم انت؟ فول وحمص و... هلا نحن بنقدم الفول والحمص والمسبحة والبليلة وحمص بطحينة والفتة. نعم. الفتة الكذابة هي بتجي بس لبن وحمص وخبز ولوز. والفتة مع لحمة. والفتة الصادقة بتجي مع لحمة. هي بتجي مع لحمة يعني او بتجي مع. قالوا لي كان بتقدم اشياء تانية عندكم، اشياء مميزة الغداء وهيك اشياء. صحيح. هلا في عندنا هي سوت الدجاج، يعني ليش كبدة الدجاج انا بحكي عنها على طول؟ انه شغلة حساسة. نعم. شغلة كثير مهمة وكثير طيبة. عم تنجح معنا، نجحت معنا وبعدها نجحة معنا اجمالا، هي اكثر شيء بالماخذ السكسيس. نعم. انا هون عم بقرا على هذا المينيو المحطوط هون هيك بالعرض مبين لي. في كواج. شو الكواج؟ كواج هو لحم وبصل وبندوره بيتخللوا حار، يعني الطبخ يعني مطبخ بطريقه كثير مرتبه، اكل كثير طيبه يعني. ماشي. أبو بين الغداء والترويقة يعني. تمام. أبو حسين شو وقت تفرجينا هلا؟ هلا بدي فرجيك على الفتة والحمص والبليلة. إيش يا الأساسية؟ هلا اللي عم بشتغل فيه هلا كنت. تكلنا على الله. تكلنا على الله. جهز الطاولة جاي زبائن كمان. قول يا رب. أقوله كده. تكلنا على الله. هيدا الثوم وهيدا الملح. نعم. هيدا الفول عم يغلي. تينا الحامض علي. يعني فينا بياخدوه سيادة. نعم. هيدا الحامض طبيعي. بزودوله الحمص. هاي الحمص على اللبناني. على اللبناني، على الطريقة اللبنانية. صح. هيدا بس يتشبع. هيدا صحن الفول. هيدا صحن الفول. هيدا البصل. هاي عم نعمل نحنا سودة الدجاج. سودة الدجاج. حطينا زيت بصل. هيدا ملح. ملح. سبع بهارات. اوكي. وبعدين هيدا السر. وهيدا سر. هو اسرار. هودي اسرار ما فينا نقول شو عم نحط. اوكي. لانه ما فينا نقولها. لانه السودة. نعم. الله بيعرف شو عم تطلع عنا يعني. جد ماكلي وضع. كيف عدلي اياها هاي؟ هيدي السودة كثير حساسة. ايه. هيدي مجرد الزبون. نعم. اذا ما كانت على اصولها، اذا شم ريحتها بظلت ثلاث ايام بالاكل، بس هي لها اصولها، لها طريقتها، لها نظافتها. صح. 100%. يعني معين بدك تشيله منها للسودة كثير خطير، ما حدا بيعرفه، هذا بيعمل مرورة يعني. بده ينتبه شوي الواحد. هاي سوت الدجاج عند مطعم الشريف عند معلم ابو حسين. يا حبيبي هاي دبس الرمان. منطفيها بدبس الرمان. ايوه. شيء غير شكل يا ابو حسين. طيب. والله طيبة. تعرف ليه؟ ليش؟ والله جد هلا في بيجوا اكثر شيء البنات وكذا ما بيخافوا منها يعني. تاجيه وبدامته ليه بيخافوا منها؟ بيخافوا انه سودة كثير حساسة هي. 100%. لانه بيكبروا بمطارح بيقدر عم يتأذوا منها يعني. اوكي. هي بدها هي لها معلميتها. على لها طريقة. نعم. شوية نظافة عليها هي السودة هاي. أحسنت أحسنت. وطريقة البهارات اللي بدها تنحط وكذا هيدي تلعب دور. والله بياكلوا.
شوف عندي، تفضل عندي شوف ال. وهاي دبس الرمان عم نطفي فيهم السوداء. يا حبيب قلبي رعب يا ابو حسين رعب حبيبي، الريحه بتشق القلب حبيب قلبي. وهيدا صحن سود الدجاج عند المعلم ابو حسين صار جاهز. لوين اللي عند عائله هو يا علي؟ اثنين فول هيدا الحامض، حامض طبيعي، حامض طبيعي جدا، حامض طبيعي 100% مش مضروب ملح الليمون. هيدا الحمص، هيدا الحمص بنحط بقلبه ومنتريح شوي يعني بياخد. ابو حسين حطينا حامض، ملح، كمون، ثوم وهلا عم نخفقهم. اوكي حطيت كمون شيء؟ لا الكمون هيدا على الفول قليل ما بنحط كمون مع الطلب هيدا. اوكي انا بقول لك المسبحة ايه بنحط لها كمون وحر وكمان كله على الطلب هيدا. نعم هيدا بقايا الثوم والحامض والملح بيطلع على الوجه بنحطهم فوق على الوجه بنحطهم على الوجه بحس فيه زبون اكثر نعم. في نكهه بعدين بنحط له حمص حاد على الوجه لزيني هيدي اسمها نعم هيدا زيت الزيتون اللي هو القصه كلها بالفول ايه طبعا زيت الزيتون الله انعم في علينا بزيت الزيتون بلبنان يعني. نعم هيدا الكبيس البلدي كبيس خيار كبيس خيار نعم هيدا الزيتون هيدا الزيتون الأخضر زيتون الأخضر جنوبي طبعا يجي أطيب هيدا نعم بعدين ليك الفجل بلبل هيدا بلبل يجي الحار بيجي النعناع ودائما الحامض بينزل على الطاولة وهيدي البصلة هاي البصلة هيدي أهم شيء البصلة يا ويلو لما بيك البصل ما قلنا كل بصل انسى اللي حصل أبدا زيت الزيتون نعم
هذا. ابو حسين لونه الاصفر مثل البيض البلدي، يعني هيدا احلى بيض جدا. نعم. مش فاتح. هيدا كثير مهم، يعني ما فينا نسمي من ادمين، يعني بصير كنا عم نعمله دعايه. نعم، رشة بهارات. رشة بهارات، سبع بهارات. بس في ناس بتحبوا هيدا سادة هيك، يعني هو أطيب شيء سادة بيني وبينك. لا هو بيحط قد ما بده، بحط له القصة. شو عم نعمل؟ عم بعمل مسبحة. المسبحة أبو حسين شو بميز؟ المشوشة. المشوشة بالفلسطيني يمكن أو بصيدا بقولوا مشوشة. بصيدا؟ نعم. طرابلس كذا. هلا بصير بسميها مسبحة مشوشة. هلا ببلاد الشام بيقولوا لها اكثر شيء انه حمص بطحينه. نحن هلا هي الحمص بطحينه، هو الحمص الناعم. صح، بالشام بيقولوا الحمص بطحينه مسبحه. مسبحه ايه. صح. وهيدي وهاي طحينه. يجي خال. وهيدا الحامض. نعم. هو هيدا اللي بيطيبها هو الحامض. نعم. فين بيحبوها مرقة كتير وفين بيحبوها جامدة. نعم. أنا هعملها وسطية. نعم. كمون فين بحبوب على الحار. اوكي. وهيدا لعبة الكبيرة زيت الزيتون. القصة كلها. ليك 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 بدنا زيت. يا حبيبي. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. ما شاء الله. يا جبار. يا رب. هيدا الحمص. الحمص شو بيعطي، شو بيعطي نكهة وشو بيعطي منظر. أكيد طبعا. هيدا صحن الفول العالمي عند ابو حسين. هيدي ملعقة الحمص فاق منه. وهيدا الزيت الزيتون. هاي ملعقة الحمص. هيدا زيت الزيتون. غير شكل يا ابو حسين. هاي سفرتنا جاهزة. طبعا. هيدا الفول. هيدا الفول. نعم. هيدا مسبحة مشوشة بسموها، يعني مغرقة بالزيت طبعا. نحن غير شكل، غير شكل هيدا. وهاي الفتة، هيدا الفتة الكذابة اسمها. نعم. والحمص وال... وهيدا صحن السوداء، سوت الدجاج المطفي بدبس الرمان. الصحن العالمي مع البندورة والفجل والزيتون طبعا. هلا بعد فيه بالمنيوت اشياء كتير. والبصل قال له كل بصل البصل وانسى اللي حصل. ما هيك؟ واذا خلص الفول
أنا مش مسؤول. أنا مش مثل ما حكينا بالحمرة بشارع الكومودور مقابل أوتيل الكومودور مباشرة. مباشرة. المفرق على اليمين. إذا واحد جاي بعكسر وجاي على الشمال المفرق على الشمال. ما في غيره. حبيبي أبو حسين. الله يعطيك العافية. يلا شفناك بخير.